مشاهدينا الكرام في كل مكان، أجواء مثالية هنا في هذه المباراة قبل انطلاقة هذا اللقاء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، وسعيد جدا بالتواجد معكم لمتابعة هذه المباراة. كل الأمنيات بالتوفيق والاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة. حيث سيكون المرينج ريال مدريد يواجه فريق أرسنال. ننتظر حقيقة مع حضراتكم مشاهدة مباراة كبيرة ومتعة حقيقية من الفريقين. ريال مدريد يعتبر النادي الأبرز في أوروبا وفي إسبانيا. فرصة كبيرة للتسجيل، الحارس يتعلق، يتصدى، يتحدى ويتألق. الله على الكرة، كان ممكن تحرك الشباك. فرصة خطيرة، ممتاز، كرة للتسديد الآن. كانت فرصة خطيرة لكن النهاية كانت بعيدة كل البعد عن الخطورة. وايت، سليبا، أرسنال يفقد الكرة الآن. فرصة للتقدم في المباراة، هدف يأتي الآن، الهدف الافتتاحي يأتي في توقيت مبكر. نشوفها من جديد، انظر إلى هذه اللقطة، التحرك اللي كان، التمركز اللي كان، انظر إلى النهاية اللي كانت والهدف الذي نشاهده الآن. مارتينلي، اعتراض ناجح لطريق الكرة. جابريل جيسوس، جابريل جيسوس، تدخل رائع جدا في البوكس. هافيرز، تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. بيعدي وبيمر بالكرة، فرصة متاحة والكرة في المرمى. هدف يعزز تقدمه بهدفين الآن. انظر إلى الإعادة، انظر من أين أتى، انظر إلى هذه اللعبة الفردية. شوف المهارة، شوف الإمكانيات، شوف التقدم، شوف الانطلاق، شوف استغلال المساحات. الله على الكرة في الشباك. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. أوديغارد، وايت، تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. أنطونيو روديغر، شنايدر، انطلاقة هجومية وفرصة قد إمكانية للتسديد. الدفاع في الموعد، وكرة في المرمى. شوف اللقطة مرة ثانية، ما كان في مجال لحارس المرمى لإنقاذ الكرة. تمركز في المكان السليم بدون أي مشاكل، يضع الكرة داخل الشباك. النتيجة ما تحتاج تعليق، عدم تكافؤ، تفوق كاسح تعكسها لوحة النتائج. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. ألكسندر لاكازيت، وصلت إلى تشافي سيمونز. تدخل واستخلاص لكرة خطيرة. جابريل جيسوس، والكرة بتضيع من الفريق. ألكسندر لاكازيت، ونحن نقترب من نهاية الشوط الأول. أعتقد بأن الكل يتفق على التفوق الكبير للمرينج ريال مدريد هنا، وهو اللي تعكس نتيجة هذه المباراة حتى الآن. أداء مبهر جدا حتى الآن، سيطرة بالطول والعرض على مجريات المباراة، التمركز في الملعب والتحركات والأسلوب بشكل عام يخطف الأبصار. هذا الشوط تتمنى الجماهير
ألا ينتهي حتى تستمر المتعة. يتقدم بالكرة، الفرصة مستمرة هنا. يا رباه، مستحيل التصدي، أي إنقاذ من حارس المرمى. كرة كانت غريبة لكن مرونة غير عادية، نجح في أن ينقذ مرماه، فرصة هدف محقق. إذن ينتهي شوط المباراة الأول مع صافرة النهاية. نعود إلى الملعب مع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة. أرسنال يحتاج لتقديم كل ما لديه في هذا الشوط من أجل فرصة ولو ضئيلة في العودة. تاكلينج مثالي، ويسلي شنايدر، كرة هدف في هذه اللحظات. أوهو، الكرة في المرمى، الفارق يتسع لأربعة أهداف، أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة. ها هي إعادة الهدف الجميل مرة أخرى، شوف الإنهاء الممتاز، نشوف كيف تم وضع الكرة داخل الشباك رغم حجم الضغط الموجود في اللعبة. مارتينلي، كاي هافرتز، جابيل جيسوس، الكرة تصبح مع سيطرة الفريق الآخر، يحاول أن يشكل خطورة. تألق كبير في التقاط الكرة هنا وإيقاف الهجمة، حراسة المرمى على أعلى مستوى. التمركز يساعد في قطع هذه الكرة. هافيرتز، كرة لهافيرتز، يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية، وصلت هنا إلى جيسوس، وصلت إلى مارتينلي، فرصة أمام هافيرتز. ألترفيلد يتدخل، بيخلص الكرة الآن. رايس، تصل إلى ساكا، أنطونيو روديغر، ويسلي شنايدر، وصلت الآن إلى روديغر. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. شوف المساندة، ممتاز التجاوز والتخلص، ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. جابيل جيسوس، ملعوبة إلى جيسوس، يضعها في المرمى، التصدي لم يبعد الخطورة كاملة، تسديدة سيئة جدا هنا وبعيدة عن المرمى ولا تشكل أي خطورة، كان يجب التمرير أو التسديد من وضعية أفضل بدلا من هذه الزاوية الضيقة. ندخل الآن في الدقائق الأربع الأخيرة في هذا اللقاء. كرة هدف لك كاسيت الآن، الفرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. ضربة ركنية لريال مدريد، كرة بتتخلص بشكل ممتاز. تنطلق صفر نهاية المباراة.